السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شيواتهم سليمان. اليوم إن شاء الله غنعملوا واحد السلطة ديال الفروطة بطريقة أخرى بنينة ولذيذة ومنعشة وصحية 100%. ونطلب على الله تعالى وتبارك تعجبكم وتكون عند حسن ظنكم وعواشركم بركة. ودابا إن شاء الله نمشيو للمقادير باش تشوفوا اللي عندي هنايا. عندي هنايا واحد ليترو بالعصير ديال الليمون بالحامض، هذا يترو بالماء معصرة فيه ثلاثة الليمونات بالحامضات. إلا بغيت نزيد غنزيد، بحق كنظن إن شاء الله يكون في الكفاية. عندي هنايا ثلاثة ديال لينقاصات بوعويد الجاس، ثلاثة كبار مقطعين هيدا طريفات. عندي هنايا موز ديال البطيخة، هذه البطيخة خضراء ماشي السويهلة ياخرى، هنا كيتباع في اسبانيا بزاف، ديك القشرة ديالها خضراء، بحق تعملوا البطيخ اللي رشقت لكم. عندي هنايا جوج ديال كوريس بالليمون، مذاق بالليمون، تعملوا مذاق بالليمون، تعملوا دبينية أولا تعملوه بالفاني، تقدروا تعملوا الشكل اللي بغيتوا. بالحق أنا كيعجبني أكثر بالليمون، أنا عملت بالليمون جوج ديال الحك. عندي هنايا هذا أناناس ماشي لاطا، ديت منا خمسة ديال الدويورات قطعتهم عاوتاهما بهذا الشكل. هذا عندي واحد شوية النعناع للتزيين وغادي نعملو. عندي واحد القميص هاد الشكل جبل، والسكر على حسب هادشي، السكر نتوما تقدرو تزيدو ولا تنقصو على حسب الإنسان اللي كيبغي. وبسم الله إن شاء الله نمشيو لطريقة التحضير باش تشوفوا كيفاش غنعملوا. وصدقوني بنين من السحور تبداو به الفطور، تعملوه هذا النوع، هذا تعملوه عصير وتعملوه سلطة اللي بغيتو. بالحق كيجي هيدا بنين وصحي زعما الصراحه، ان شاء الله يا ربي الا قدرتوا تجربوهم وديك الساعه نيتك تعطيو الراي ديالكم. بصراحه كيجي غزال، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. طريقة التحضير ان شاء الله نمشيو دابا. هاد الغريبه اللي عندي هنايا العصير ديالو اللي غنعمل العصير، غنشبر النعناع. ها هو النعناع هذا عندي للتزيين، وهاد العريشات هادو اللي مقطعين هكذا غادي نعملهم ان شاء الله هنا. النعناع ماشي بزاف، غير شي شويه باش ما يعطيش المروريه. الليمون كيمشي مع النعناع بزاف. عندي هنايا هاد شويه الزنجبيل عملت هنايا، وشويه السكر على حسب كل واحد اللي بغى. انا عملت شويه، والا جاني باسل نزيد. هادو جوج ديال كوريس هما دانون، وعنكب عليهم هاد شويه ديال العصير كافي تقريبا معمر. وغادي نمشي نطحنهم، غنطحنهم مزيان مع بعضيتهم ونرجع عندكم نوري لكم كيفاش غادي نعملهم ان شاء الله. بسم الله يا وراه دابا هو اللي طحنت، كيعطي هذا الشكل هذا، هيدا كيعطي هذا الكولور هذا مع مع دانون. دابا غادي نعملو اللينكاس، ها هو بوعويد ان شاء الله يا ربي. هذا البطيخ، ها هما. هذا أناناس، ها هما نخلطوهم شوية مع بعضيتهم. وغنكبو عليهم هذا العصير هذا، كيجي بنين غزال منعش. نص حور تفطرو به تبداو به في عود العصير كيحمق. ونتمنى ان شاء الله تجربوه باش تشوفوا كيفاش كيجي. وهذا الشكل هذا انا قلت لكم انا كنطحنو كنردو عصير الا بغيت نعملو عصير. بحق هيدا كيعطي عاود شويه واحد الحاجه مختلفه، كيجي غزال. ونتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوه. دابا ان شاء الله نجي مغرفه غادي نعمرو في الطويصه ديك عليه هكا. لو تخليوه يبرد في النيفيره مع راسو، يبرد على خاطرو باش تاكلوه بارد. وانا عنسالي هادشي كامل ان شاء الله يا ربي،
ورجع نوريه لكم ان شاء الله. السلام عليكم، هانا رجعت عندكم بالبوستري ديالي. البوستري هو الديسير، السلطه دي فروتا دي بطيخ لينغاس، هذاك اناناس. عملت الفروطه هذه كتجي بنينه مع بعضيتها بالعصير ديال الليمون والشكنجبير. انا كنعطيتكم المقادير كنعاودو لكم دابا. نتمنى يعجبكم ان شاء الله. والله صدقوني في السحر واحد الطويصه هذيك كتحمق، كتجي فريسكا زعما بارده ولذيذه. وجربوها ان شاء الله، وكنظن غادي تعجبكم ان شاء الله. يا ربي جربوا الوصفات، ونتمنىكم تنجحوا فيهم ويعجبوكم ويجيوكم زيونين. ونتمنى على الله تعالى وتبارك تكونوا راضيين عليا. وفي شيمة ام سليمه اللي مجان، نتمنى المزيد يزيد يعجبكم ان شاء الله يا ربي. وما تنساوش تساندوني وتشاركوا معايا، تكومنتالو، قولوا اللي بغيتوا انا تحت الامر. والشهيوه ان شاء الله بالصحه والعافيه، ومبروك عواشركم، وان شاء الله يعطينا ربي القوه نكملوا رمضان بالصحه والعافيه ان شاء الله، ومغفوره الذنوب، ويسمح علينا ربي ذنوبنا كاملين ان شاء الله يا ربي، ونكونوا دائما مزيانين ان شاء الله. الله يساوينا ويساوينا مع بعضنا المسلمين كاملين ان شاء الله يا ربي. وشهيوه ام سليمه اللي مجا، ونتمنى تعجبكم الوصفة ديالي، وبردوا مع راسكم في السحور الفطر اللي بغيتو، ونبسون الحبايب كاملين فيما كانوا. وشكرا بزاف على التشجيعات، شكرا بزاف، وشكرا بزاف، وعشركم مبروكه.